والله يا بيه، انا يا بيه والدي الله يرحمه وهو على فراش الموت اوصاني خيرا بالفقراء، اوصاني خيرا بالفقراء. عميد الادب العربي الاستاذ الدكتور طه حسين، انا كنت من بعتبره الاب الروحي ليا، وكنت بقرا كل كتبه، ووالدي زرع فيها حب الدكتور طه حسين عميد الادب العربي. وهو كتب في ملعظمونا في الارض، كتب بيقول بينادي بالعدل الاجتماعي، وبينادي بان احنا بيقول اوصيكم خيرا بالفقراء، خصوصا المرضى الفقراء. فضل ان تعاطفت معه، وانا في اول تعييني في الوحدات الريفيه، في اول تعييني في الوحدات الريفيه اتعينت في احدى القرى كان فيها فقر جامد، كان فيها فقر جامد. فكان في طفل عنده 10 سنين وكان مريض سكر، وكان مريض سكر. وهذا الطفل المسكين المريض السكر قال لوالدته هاتي لي يا ماما حقنه الانسولين عشان انا ريقي ناشف خالص وعيان مهطار. قالت له يا ابني لو جبت لك حقنه الانسولين اخواتك مش هياكل، القرش اللي معايا يا دوبك اجيب لهم طعميه وقش يتعشى. فقام الولد طلع على البيت من فوق راح مولح في نفسه وقال لها يا ماما انا موتت نفسي عشان اوفر لاخواتي حق الانسولين ياكلوا بيه، وانا جريت وحضنته وحضنته ومات في حضني وهو وهو، وانا لفته بالبطانيه وهو محروق وطلعت روحه للاسف الشديد. يعني والموضوع ده هزني وحطمني جامد يعني، حطمني جامد يعني، دي كانت وجرت نفسي لرعايه الفقراء المرضى الغير قادرين.